رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين، على أمل تكونوا عم تقضوا معنا أوقات مميزة. محطتنا هلأ مع دكتور مدحت زعيتر، سفير المنظمة الدولية الهولندية لحماية حقوق الإنسان. بدنا نحكي عن الوضع الاجتماعي بلبنان ككل والبقاع بشكل خاص، ودائما نحن بنحكي عن للأسف بين هلالين بنقولها، يعني مناطق متروكة أو شبه متروكة بلبنان، يلي منا عكار وبعض مناطق الشمال ومنا أيضا البقاع. دكتور أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا، رمضان كريم. الله يخليك ورمضان عليكم، خاصة بهالأعياد، يعني هاي لأول مرة بتساقب الأعياد مع بعضها، يعني وأشهر فضيلة وأيام فضيلة في لبنان. يعني أنا أتمنى بهالمقابلة عند الصبح أنه يكون هناك تكافل اجتماعي بين الأطياف الموجودة في لبنان، خاصة المذهبية والدينية على جميعها، أن تتكافل نحو النهوض من هالكبوة اللي نحن فيها إن شاء الله. هيدي أمنيتي أنا يعني عند الصبح، أمنيتنا كلنا كلبنانيين. دكتور، يعني بس أحكي عن الوضع الاجتماعي، للأسف ما بنكون كتير مبسوطين، ما بنكون كتير فرحانين، لأنه وضعنا الاجتماعي يصل إلى حدود دونية جدا، وصولا إلى أمور حضرتكم اشتغلتوا عنا وعليها. خلينا أول شيء نبلش بالوضع الاجتماعي بلبنان وصولا لقصة العفو، تفضل. نحن وضعنا الاجتماعي خاصة بالمناطق النائية، يعني أنا بعرف بكل دول العالم الدولة بتشتغل للناس، يا للأسف عنا مش بس بلبنان، بالدول العربية الدولة بتشتغل على الناس، هيدي في مفارقة فيها، يعني نعم في مفارقة فيها. حتى لو رجعنا إلى 4000 سنة قبل المسيح، لما اللي يعني بلشوا ببناء الدولة كانوا يبنوا الدولة للناس، على ايام سقراط وبقراط ولا ما هنالك، كانوا يبنوا الدوله للناس لحتى انه ينعشوا المجتمع وينعشوا يعني حتى يبنوا دوله اسمها دوله، يعني الا نحن يا للاسف انه بيبنوا الدوله لحتى بيبنوا الدوله على الناس، وخاصه بهالظروف هيدي. يعني هلا شو الاسباب؟ اسباب كثيره ما بدنا نفوت فيها لانه الوقت ما بيسمح، ولكن نحن باللي فيه نحن، يعني مثال على ذلك، يعني بإحدى المناسبات كنا عم نحكي ومرينا على شغلين. أنا ابن البقاع، لو هلا تركنا جمال باشا بال 1914، لو إجا جمال باشا راكب على حصانه وإجا على البقاع، بيعطينا جائزة نوبل للوفاء، لأنه مثل ما تركنا بعدنا ما في تقدم، ما في شيء يا للأسف، يعني ما فيش حتى نحن لورا مش لقدام. يعني إذا بترجع إلى تاريخ البقاع، تاريخ يعني من استقلاله بالجاية، كان أحلى من هلأ بكتير بكتير بكتير. يعني طيب دكتور، ليه احنا دايما بنقول هناك منطقتين كتير محرومين بلبنان، سيما يعني أشمال والبقاع، بس بدنا نحكي بنقول شمال عكار وطرابلس بعد أماكنة والبقاع. ليش عندنا هالحرمين؟ مثل كأنه يعني مصنفين هالمنطقتين، مثل كأنه محطوط عليهم العين انه هولي لازم يضلوا هيك. يعني هلا لا اقول لك شغله، يعني نحن حسب اختبارنا، يعني مثلا او حسب اطلاعنا والسير، انا خادم بالدوله، قلت لك قبل الهواء انه انا خادم 43 سنه بالدوله، بعدين بيرم المناطق اللبنانية بحكم وظيفتي، أنا كنت مسؤول شؤون المختارين بلبنان، بيرم المناطق كلها سوا. إذا بتروحي على عكار، شو شعب طيب، شو شعب يعني أخلة وطيبة وكرم، وبتلاقيهم يعني بكل حفاوة بيستقبلوك، وبالبقاع نفس الموضوع. ولكن يا للاسف انه بتلاقي انه هالاهمال موجود بهالمنطقتين، ما عارفين لحد هلا ليش. هل هو الدوله مستقصده ذلك؟ في قصد بهذا الموضوع انه بدهم يخلونا هيك؟ بدهم يخلونا هيك؟ ولا انه ما في خطه يعني، او في تقاعس من المسؤولين؟ ما بعرف، ما بقدر انا احدد هلا بهذا الموضوع، ولكن نحن عم نشتغل على شغله. نحن نتمنى من الدولة انه تاخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنه. نعم نحن اشتغلنا بالمناسبة، اشتغلنا على العفو العام، اشتغلنا على العفو العام، صرنا شي 12 سنة 15 سنة. طيب هون النقطة، ليش اشتغلتوا على هذا الموضوع بالتحديد؟ ما اشتغلتوا دكتور على موضوع تاني؟ لانه في اختناق امني، في اختناق قضاء. يعني هلا اذا بدك تدرسي من ناحية الامن،
يعني مثلا انا عامل اختصاص علم جنائي. نعم. عامل اختصاص علم جنائي. نحن درسنا الوضع من كل جوانبه، لقينا انه اذا نحن بدنا ننهض بالمجتمع مفروض يكون في امن، والامن ما بيجي الا اذا استتب الامن وكان في عوامل اجتماعيه واقتصاديه، يعني البطاقه الصحيه مثلا اذا اتينا عليها البطاقه الصحيه. نعم. كانوا عم يحكوا انه يعملوا شو اسمه ضمان الشيخوخه، ضمان الشيخوخه، البطاقه الصحيه، التعليم الالزامي، يعني تنشيط المدرسه الرسميه، حتى انه اذا بيكون في تعليم الزامي، يعني انت عندك ولد مفروض يتعلم هالولد، لانه نحن اذا بدنا نقتل الجهل بشو بدنا نقتله؟ بالعلم. لا يمكن يقتل الجهل الانسان الا بالعلم. اكيد. فاذا نحن مفروض انه ننشط التعليم الالزامي لحتى نقضي على الجهل اللي موجود عندنا بالله، خاصة بالظروف اللي نحن مرينا فيها خلال الأحداث اللبنانية يعني. لأنه نشأ جيل، الجيل اللي نشأ تعود على حمل السلاح، على الفلتين بالشارع، على القوة، أخذ القوة بنفسه الإنسان، منا بالدولة، يعني ما اللجوء إلى الدولة، اللجوء إلى قوته هو، إنه بياخد حقه بإيده. وهذا من الاسباب اللي المتفلت اجتماعيا هلا اللي نحن عايشينه، عم يصير في جريمة. فاذا في نحن شغل لحتى نقدر نطور المجتمع، بلشنا انه خلينا بالعفو العام، لانه صار في يعني اليوم اذا ولد فات على السجن لامر ما، طيب ما اهله هودي شو صار فيهم؟ خاصة الظروف هلا. مثال على ذلك، إذا ابن البقاع مثلا ابن الهرمل حط له ابنه بالسجن برومي أو حط له بالبترون أو بطرابلس أو برشايا، بدها تيجي الأم لعنده ثلاثة وخميس، أدي بدها؟ أدي بدها لتجيها؟ معلش خلينا نحكي الواقع مثل ما هو يعني. طيب ما إجتش لعنده، شو بده يعمل بالسجن هاي؟ بقلب السجن. من هون بتلاقي إنه في حالات بالسجن كل مرة بصير في حالات إرباك بالسجن. نعم. فإذا هالازدحام اللي بالسجن، الاختناء القضائي اللي مثلا، مثال على ذلك يعني أنا بعرف إنه في ناس لهم 5 سنين بعد ما تحاكموا. طيب هيدا قد إيه بدهم ينحكم؟ يعني عن جد حضرتك دكتور عم تحكي بشغلة صارت أساسية وصار من المفروض سريعا البت فيها. يعني قد إيه في ناس هن يمكن عاملين هل قد محطوطين مع ناس عاملين هل قد تبول اي متى؟ انا اذا بتسمحي لي هون بين هلالين مرق شغلي بالموضوع اللي بدي اقوله انا في ناس عم تطلب انه بدها تعرف شو العفو العام. ايه كيف يعني العفو العام؟ ايه بس نقول عفو عام نحن بيروح راسنا انه بدنا نعفي عن الكل. لا 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 خلينا هيدا بهالمناسبة هيدي ومن هالقناة هيدي نحن بنحترمها من جلاب. شكرا. أنا رح أحكي للرأي العام شو العفو العام. نعم. وشو اللي عم نطالب فيه بالعفو العام؟ يعني نحن لما بنقول عفو عام يعني الحق العام، فهمتي ستنا؟ العفو العام يعني الحق العام. يعني مثال على ذلك إنه أنا إذا مش حق شخصي، منه حق شخصي، الحق الشخصي لا يمكن انه نحن نطالب فيه، لانه هيدا حق شخصي مكتسب للاخرين. بس الحق العام حق الدولي يعني. مثلا لنفترض فرضيه انسان قتل قتيل جريمه، راحوا اصحاب هالقتيل تصالحوا ودفعوا ديه وقاموا عملوا اسقاط، سقط الحق الشخصي، ضل الحق العام. الحق العام عندنا نحن يتراوح من 3 سنوات ل7 سنوات. انا قعدت بالسجن 3 سنوات مثلا لنفترض. الحق العام ما زال حق الشخصي سقط، صار الحق العام لازم يسقط. لاني انا قعدت 3 سنوات او 2 أو 4 اللي هن يعني. مضيت المهله. مضيت، انه يابا خلص انتهينا منه، ما الحق الشخصي نزل. صف الحق العام. بده ينزل، هذا اللي عم نطالب فيه. بس إذا أنت إليك تشيك عند واحد ب1000 دولار، هيدا حق شخصي، لا نحن ما هيدا ما بيطالوا العفو العام. طيب، دكتور
عم تحكي فيه هو امر بالغ الاهميه ومفروض ينبت، بس المشكله انه دائما بنطلع بالمنابر الاعلاميه وبنحكي بالموضوع وبنطلق الصوت، وحتى في لجان معينه في جمعيات معينه يعني قامت بهذا الامر، بس ما في اذان صاغيه. انت برايك شو لازم الواحد يعمل لحدا يرد عليه؟ نحن وصلنا صوتنا الى انه حطوه على مجلس النواب اخر مره يعني، واختلفوا لانه في تشابك سياسي حول هذا الموضوع. رجعنا رحنا كلجنه عفو عام، رحنا لعند وزير الداخليه، رحنا لعند وزير العدل، طلبنا منهم السن السجنيه لمره واحده 6 شهور. يعني اذا بيعملوا السن السجنيه لمره واحده 6 شهور بيطلع نص المسجن. فهمتي؟ طيب وفي اكتظاظ بالسجون وفي عندهم مشكله يعني طويله مش عديده. بس هيك يعني انا لما اللي عملت انا دكتوراه بالعلم الجنائي، انا اخذت اذن ورحت على سجن رومي، ها عم احكيك بالتسعينات. نعم. سجن رومي بسيع لنفترض فرضيه 4000 حاطين فيه 8000 او 9000. هاي وقت. هلا اذا بتفوتي هذيك المره رحنا لعند امر السجون، كان امر السجون العقيد غسان عثمان. نعم. فرجيناه للعقيد، فرجيناه شو في جوا بقلب السجن، يعني مصورين. يعني نحن عندنا الشيخ ابو عوض المقداد هو رئيس لجنه اهالي المساجين، بقى جاب من قلب السجن من جوا، جاب شو في امراض جوا. يعني اذا بتشوف الصور اللي اجوا فرجيناهم لامر السجن، يعني بيأزز بدنك من الامراض اللي جوا اللي صايره باجريهم وبايديهم وكذا. هو مش بس الامراض الجسديه، ما كمان الامراض النفسيه قد ايه صار عندهم مشاكل يعني نفسيه. هاي امراض جسديه، هاي امراض جسدية. طيب خلينا نحكي بالمنطق السليم من الناحيه الاجتماعيه والاخلاقيه والدينيه. نعم. انه طيب انا ارتكبت ذنب واخذت جزائي 3 سنين 4 سنين 5 سنين، صارت انه وبالظروف هيدي اللي نحن فيها هلا، الظروف يعني اللي ما تاخذينيش، انه كل كيلومتر هلا بدك 100,000، كل كيلومتر بالسياره بدك 100,000. طيب هيدا ما في نظره لاهالي هالمساجين هودي او اولاد هالمساجين اللي جوا، يعني ما بتتاخذ بعين الاعتبار من الناحيه الانسانيه. طيب هاي بسوريا مثلا هلا صار الرئيس بشار الاسد عامل 6 مرات عفو بحرق، لانه في ظروف ادت الى انه يصدر عفو. طيب نحن هلا اذا الدولار مثلا 100 او 105 او كذا، طيب ما في عامل انساني انه السلطويين يعني يقولوا انه مثلا العامل الانساني هلا بيتطلب انه نحن ندرس وضع، يدرسوا الوضع، بس يدرسوا وضع هالمساجين او السجون، مش دفاعا عن السجون والمساجين بس دفاعا عن الانسانيه. طيب هو ما يعني يلي عم بخلي هالخطوه ما تصير هن خلافاتهم السياسيه، ما عم بيتفقوا، هيدا هو الموضوع. بقول لك شغله، خلافاتهم وصلوا اخر شيء انه بدهم يمشوا المرسوم، اختلفوا على انه بدهم اياه عام شامل يطال هودي تبعيت اسرائيل، ما بعرف انه اللي راحوا على اسرائيل واجوا صار في خلاف حول هذا الموضوع، يعني ادى الى وقف تنفيذ المرسوم تبعيه العفو. نعم. بس نحن هلا بنطلب من الرئيس الجديد اللي بده يجي، اذا بده يجي. بس بده يجي؟ هون السؤال. اذا بده يجي عم يقولوا انه بحزيران، هيك عم يقولوا انه خبرتهم العصفوره بحزيران بده يجي رئيس جمهوريه. اذا اجى رئيس جمهوريه بنطلب نحن منه من هلا نطلب من، مع انه خلينا نحكي الواقع، يعني نحن كان لنا علاقه جيده كثير بفخامه الرئيس ميشيل عون، علاقه شخصيه وبيتيه وكذا، وحط كل جهده الانسان، خلينا نحكي واقع الحال، يعني حط كل جهده بهذا الموضوع، ووعدنا قبل ما اجى على الرئاسه، يعني قال انا اذا بيجي رئيس كذا كذا كذا، واشتغل معنا الله الشهيد، يعني الله يوجه له هلا محل ما بيكون، انه لحتى نوصل لنتيجه من هالنتيجه هيدي
ظروف الداخلية مثل ما أنت بتعرفي أدت إلى أنه عدم صدور عفو عام، ولكن نحن بهالظروف هيدي من هالكنات نطلب أنه من أصحاب السلطة خاصة يعني هلأ بهالأعياد الفضيلة هاي ياخذوا بعين الاعتبار الإنسانيين الإنسانيين، ما عم نطلب للمجرمين، خلينا نحكيها هيك بالفم المرأة، مش للمجرمين نعم. بس مش إذا أخطأت أنا مثل ما قال سيدنا المسيح من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، معلش كل واحد يرجع بيته من السلطويين يعني أصحاب السلطة يرجع بيته ويقعد بينه وبين نفسه هيك ويحاسب نفسه بيطلع ما بدنا نقول خليها بقلبنا، بس إنه حرام قديش عم تتبهدل، معلش روحي على السجون أنت يعني يعني أنا صراحة شفت صور وقريت عن الموضوع، طبعا ما طلعت أنا على السجن، بس عن جد مثل ما حضرتك عم بتقول شي ببكي شي بحزن، ما بتصدق أنه خيك الإنسان هيك عم شو بدهم بكل الخلافات السياسية، هلأ بدي أطلع فيك كإنسان يعني أنا وياك بنختلف سياسيا يعني يمكن معني والاختلاف عادي تنوع، بس السياسة عجلب والإنسانية عجلب أكيد الإنسانية عجلب، نحن إن كانوا الديانة المسيحية ولا الديانة الإسلامية، ثواني الديانة المسيحية ولا الإسلامية اللي موجودين بلبنان هنا يعني نعم، الديانة المسيحية من أجمل ما نزل من أجمل الديانات اللي نزلت على الأرض، خذي مثال على ذلك، من ضربك على خدك الأيمن فدد الله العز، بقى في أجمل من هيك كلمة مثلا، في أجمل من هيك شيء بينقال من ربنا سبحانه وتعالى لإخواننا المسيحيين، ونحن الإسلام يعني نحن تعلمنا بمدرسة إمامية يعني بيقول يا لما اللي بعت الإمام علي عمرو ملك الأشتر قال له إنك ذاهب إلى اليمن لتغضب الناس لا تكن قذاب الدار تحض عليهم وتأكل من طعامهم، ربما لك أخ في الإسلام وربما لك نظير في الخلق، هذا الدين لك يا عم والله العظيم رح يطلعونا على الدين. دكتور مدحت زعيتي سفير المنظمة الدولية الهولندية لحماية حقوق الإنسان، أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هالنداء يلاقي أذان صاغية، شكرا لك. طول عمرك، نحن بنتمنى منكم بهالمناسبة هيدي إنه تفسحوا مجال إن شاء الله بعد الأعياد هيك، في أمور كتير لازم نحكي فيها اجتماعيا أكيد. يعني أكيد إذا بيتطلب أو إذا في وقت، لأنه خاصة لأولادنا يعني أكيد لأولادنا لمستقبلهم، إنه هالبرامج اللي عم تنعمل هيدي تنعمل برامج للمحبة، برامج للمحبة بين بعضنا، لبناء وطن بين بعضنا، يكون في وطن لأولادنا يلقوه إنه هيدا لبنان مش يهاجروا. أنا بدي أشكر وجودك معنا، خلص وقتي ما تأخذني، أهلا وسهلا فيك. تسلمي. أصدقائنا المشاهدين نحن هلأ بنروح لبريك صغير ونرجع منكم معكم مباشرة على الهواء.